ثاني ستورج او ناس ثاني ستورج، والاثنين بيكونوا واصلين عليها بفايبر كيبلز تمام، والاثنين شايفين الثاني ستورج والداتابيز على السن نفسها، بس واحد فيهم بس هو اللي له فول بريفليج انه يكونكت على الداتابيز اللي موجود على السن ستورج، والاثنين عمالين يبعتوا لبعض هارت بيتس. وانس ان الهارت بيتس توقفت يبقى دي معناها ان ايه، ها في مشكله صح، فيبدا الباسيف ياخد فول بريفليج اوتوماتيكلي على الداتابيز اللي موجود على السن ستورج ويبقى هو الاكتف. بس كده يعني في مشكله يعني. ما في كده سنجل بوينت اوف فيلير. ايه هي السنجل بوينت اوف فيلير؟ السن ستورج نفسها. تمام. السن ستورج لو باظت الداتابيز كلها ضاعت، الاثنين مش هيشتغلوا بالظبط كده. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ وخلي بالك اكسشينج سيرفر 2003 ما كانش بيسبورت ها اي نوع من دول غير السنجل كوبي كلاستر ماشي. يعني ايه؟ يعني دي كانت سبورتد على الايليير فيرجنز، انما الاثنين الجداد دول ها موجودين على 2007 بس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طبعا هنتكلم عليهم ان ديتيلز في وقتها ان شاء الله، ها تحديدا في موديول 8 ماشي. صعب الكلام حلو. طيب لو انا جيت بقى دلوقتي هنا وانا بسطت بالاكسشينج سيرفر، قال لي في حاجه اسمها اكتف كلاستر ميل بوكس رول وباسف كلاستر ميل بوكس رول. الله، ده اني نوع من انواع الكلاستر؟ تفتكر بقى من الكونسبت ده مين فيهم هما الاثنين المقصود بيه هنا؟ ها دي السي سي ار، الكونتينوس كلاستر ريبليكيشن. فهم كده؟ الكونتينوس كلاستر ريبليكيشن دي معناها ايه؟ ان انا عندي اتنين سيرفر، واحد اكتف والتاني باسف، بس الاتنين عندهم الداتابيز وفي ما بينهم سيرفر تالت هو اللي بيحدد، هو اللي بيحدد مين فيهم اكتف ومين فيهم باسف. صح؟ كلام جميل قوي. فهنا بقى اثناء الانستليشن لو انت عايز تعمل اللاب بتاع السي سي ار تمام، يبقى اثناء الانستليشن هنا بتحدد له مين فيهم الاكتف ومين فيهم الباسيف. طبعا بيقول لك الاكتف كلاستر ميل بوكس رول بروفايدز هاي افيلابيليتي زي ما اتفقنا، ها ماشي كده. وبرده نفس الحوار، ها الباسيف هو ايه؟ ستاند باي سيرفر، هو قاعد ايه مترقب، الاكتف وقع اخش بداله، فبرده بيحقق لي هاي افيلابيليتي. مفهوم كده؟ طبعا الاثنين دول بيتعملوا على ايه؟ ها طبعا الاثنين دول لازم يكونوا ايه؟ سيرفرز بتلعب ميل بوكس رول، لان هيبقى عندهم الداتابيز. وعلشان الراجل ده هو يبقى عنده الداتابيز لابد ان هو يكون ميل سيرفر رول. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ عندي في الاخر مانجمنت تولز اللي بكونكت بيها على الاكستشينج، هو بينزل لي اثنين تولز، واحد جرافيكال يوزر انترفيس والثاني البارشل. صعب الكلام؟ والثاني بكونكت بيه على البارشل. طيب احنا هنختار ايه بقى هنا؟ ميل بوكس رول وكلاينت اكسس رول وهاب ترانسبورت رول. ماشي؟ يعني كده كاننا بالظبط عاملين ايه؟ ها؟ تيبيكال انستليشن. تيبيكال انستليشن، صح كده؟ طيب وخلي بالك بقى، شوف الراجل محترم ازاي، لو وقفت على كل واحد من دول هو بيديك ديسكريبشن هو بيعمل ايه؟ وبيبدا يقول لك الايه؟ ها؟ الديسك سبيس ريكوايرد علشان خاطر تينستول الرول ده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا كده؟ حلو. زي ما اتفقنا ان كل رول من دول بيحتاج ايه؟ ها؟ جيجا و200. جيجا و200. صح كده؟ هو بيديك ايه؟ بيديك الافيلابل وبيديك الريكوارد كمان. ما تنساش، ها؟ ما تنساش انك انت تغير الباث من تحت، يعني ما تنزليش الاكستشينج على السي. معايا؟ هنقول له براوز ماي كمبيوتر الاي ميك نيو فولدر واسميه مثلا مايكروسوفت وجوه منه هكاري فولدر تاني وسميه اكستشينج سيرفر.
معايا كده؟ اكستشينج سيرفر، فغير لي الباث خالص بقى اي بروجرام فايلز مايكروسوفت اكستشينج سيرفر، معايا كده؟ اقول له ايه بقى؟ نكست. هيبدا هنا يسالني بقى يقول لي ايه؟ ها احنا عارفين طبعا ان الاكستشينج سيرفر بينزل يقعد جوه اورجانيزيشن، الديفولت نيم بتاع الاورجانيزيشن اسمه فيرست اورجانيزيشن، الكلام ده من ايام 2003، الكلام ده من ايام اكستشينج 2003. ايه المقصود بالاورجانيزيشن؟ اورجانيزيشن دي معناها مجموعه اكستشينج سيرفرز حضرتك ينفع تعمل لهم ادمنستريشن مره واحده. مفهوم كده؟ طيب فيرست اورجانيزيشن نكست، طبعا يمكن انك انت تغير النيم من هنا ماشي. خلي بالك دي المقصود بيها ايه؟ ها دي اللي كان اسمها في الايزا اريز، مجموعه ايزا سيرفرز مع بعض ان ذا سيم اري، نفس الكونسبت، مجموعه اكستشينج سيرفرز ان ذا سيم اورجانيزيشن، مفهوم؟ اقول له نيكست. بعد كده بيبدا يسالك بقى هنا سؤال مهم جدا، بيقول لك بالنسبه للكلاينت اللي هيكونكت علينا، طبعا مشهور ان الكلاينت بيكونكت من خلال انترفيس اللي اسمه ايه؟ مايكروسوفت اوتلوك. هو في اوتلوك 2003 كلاينتس هيكونكتوا علينا ماشي ولا كلهم 2007؟ ليه هنا بيقول لك كده؟ ها علشان حضرتك لو انت قلت له انا عندي كلاينت كمبيوترز رانينج اوتلوك 2003 معايا كده، هيبدا يكريت لك داتابيز يخزن جواها البابليك فولدرز. فاكرين البابليك فولدرز بتاعه 2003؟ ايه بقى البابليك فولدرز دي؟ ها نفس الكونسبت بتاع البابليك فولدر اللي كنا بنكريته على الفايل سيرفر. ها هو فولدر الناس كلها هتشوفه من خلال الاوتلوك، انا ممكن اديهم بيرميشن ان هم يبوستوا جواه ايتمز، يبقى شيرد فولدرز الناس شايفاه من خلال الاوتلوك، مش محتاجين يكونكتوا عليه من خلال فايل سيرفر، هيكونكتوا عليه من خلال الاوتلوك. يعني مثلا الناس بتوع الاي تي، الناس بتوع الاي تي محتاجين دوكيومنتيشنز معينه، وليكن مثلا الكونفيجريشن بتاعه الراوترز، الكونفيجريشن بتاعه السويتشز، لسته بالاي بيز اللي السيرفرز واخداها، لسته بالاي بيز اللي البرينترز واخداها، VLAN documentation، port secure documentation، VPN documentations، الدوكيومنتيشنز اللي الاي تي ديبارتمنت محتاجاها، اي كان ان انا اخزنها جوه بابليك فولدر اسمه اي تي على الاكستشينج سيرفر، فاي واحد اي تي يخش من الاوتلوك يكونكت على السيرفر ده هوت هيشوف البابليك فولدر اللي اسمه اي تي، ممكن ادي له بيرميشن ان هو يشوف بس، وممكن ادي له بيرميشن ان هو يشوف ويلعب. فهم الكلام؟ فده بيسموه بابليك فولدر، ده بيسموه بابليك فولدر. البابليك فولدرز دي ها اكيد مش طايره في الهواء، لابد ان هي تكون متخزنه جوه ستور، تمام؟ فلو انا قلت له انا عندي اوتلوك 2003 كلاين، هيبدا يكريت لك ها ستورج جديده، سكند ستورج غير الستورج الاولانيه اللي بيكريتها باي ديفولت، يحط جواها ستور فيها الميل بوكسز، هيكريت لك انذر ستورج ها يحط جواها ايه؟ داتابيز يخزن جواها البابليك فولدرز. انا هقول له يس انا عندي كلاينت 2003، هيبدا بقى يكريت لك الايه؟ ها البابليك فولدر داتابيز، معايا كده؟ نيكست. هيبدا بقى يتشيك، هيبدا بقى يتشيك يشوف كل البري ريكويستس موجوده عندنا ولا لا. وانس ان هو خلص طبعا لو في اي مشكله ها راجل محترم جدا هينبهك، هيقول لك والله في مشكله في الحته الفلانيه، فرضنا مثلا ان انا مش عامل مثلا ريز للفانكشنال ليفل بتاع الدومين بتاعي هيطلع لك ايرور، فرضنا ان في ابديت معين مش نازل هيطلع لك ايرور، فاهم؟ وانس ان هو خلص هتبدا تقول له انستول. خلاص كده هو خلص التشيك بتاعه وتاكد انه كله تمام، هبدا بقى اقول له ايه؟ انستول. هيبدا بقى يعيش مع نفسه وفي الاخر هيقول لك ايه؟ فينيش.